از ميك اب جانكي مثل ما بتعرفوا كثير عندي ميك اب، وكان عم بلاقي دائما صعوبه كيف بدي ارتب هالميك اب، كانوا محتلين اوضتي كلها. سو قررت اعمل ماي اون براند اوف ميك اب اورجنايزرز اللي هن عباره عن بلكسي بوكسز بتحطوا فيهم يور ميك اب. كثير بتوفروا وقت، يعني الميك اب تبعكم بيخلص اسرع، مش بتقعدوا ساعه تفتشوا وين القلم وين البروش. بنفس الوقت البوكس فيكم تستعملوها كديكوريشن للاوضه لانه شكلها حلو، وكمان اكيد بترتبوا يور ميك اب. سو اليوم حفرجيكم بهيدي البوكس اللي انا اخترعتها اللي هي باي ناديا ام ماي براند، اسمها كيب ستيرينج ميك اب اورجنايزرز، لانه هي عباره عن دراج. كل هالفوضى اللي حواليي حتشوفوا كيف حنرتبهم بطريقه سوبر اورجنايزد. اللي حلو بهالعلبه انه فيكم ترتبوا فيها من اي شادو باليتس لفاونديشن، سيتنج سبريز، برايمرز، وكمان برشز. So it's all in one. حبلش اول شيء رتب الاي شادو باليتس. هلا حتشوفوا معي كم اي شادو باليتس حقدر سيف فيها لهالعلبه. واخر ستيب هن البرشز، عندنا 3 هولز فيكم تحطوا فيهم البرشز وبيسيف فيهم منيح برشز.